تصور واحدة من أسباب استقالتهم، هذه المعلومة العدي وصحح لي إياها إذا كنت مخطئ، أنه علي حميد سوى محضر اجتماع وشطب أكثر من 30 نجم من نجوم الطلبة من الهيئة العامة، من ضمنهم حسين سعيد وحبيب جعفر وأسماء قائمة تطول. صحيح صحيح هذا صحيح. هذا شو وقت صار القرار؟ أيام كانت اللجنة مؤقتة، احنا من كل 3 اشهر كنا نجدد الى ان تصير الانتخابات، حتى هو يمر عليه سنه دكتور علي حميد اللي احنا رايدينه، حتى تمر عليه سنه وبعدين هو يصير الرئيس. فخلال هذه الفتره الهيئه العامه يعني حوالي 35 اسم، الاسماء موجوده عندنا. فالاخوان تحياتنا الى الدكتوره ايمان ولا الدكتور وصفي، مرضوا على محضر الاجتماع بشط ابناء النادي. هسه انا اسمه مو يعني. يعني انت ما ممكن تجي تشطب حسين سعيد من قائمة النادي او بيت القعود اللي باعوا. انا على طول عندي هاي الكلمة اقول باعوا بيوتهم وباعوا الذهب مالتهم من اجل عقود اللاعبين. انت ما تعرفهم ليش هو حسين سعيد وحبيب جعفر وبيت القعود يربطهم بنادي الطلبة ورقة بالهيئة العامة؟ لا 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 هو غير جزء من تاريخ هذا النادي. هو احنا بدنا نقول هذا بقى عليه، ولهذا هم بعيدين. شنو الضغط او الخطورة اللي شكلوها حتى انا اجي اشطبهم من الهيئة العامة؟ ما هذه مصيبة. وصلوا قسم من الجماهير، وانا الجمهور كلهم احبهم ان شاء الله زين، قلت لهم وصلوا له معلومة انه سبب خراب هذا النادي هم اولاد النادي، ودير بالك من كابتن خلاص. هاي المصيبة عليه. كابتن خلف يريد رئاسة النادي. خسا أنا وياك على طول من كنا نطلع أيام خلينا نقول بالنضال السلبي. ما طلع هذيك الإدارة. وأنت تسألني تقول لي كابتن خلف أنت راح تصير رئيس نادي، ايش قلت لك أنا؟ قلت لي لا. أنت جاوب خدت الجمهور يسمعك. قلت لي لا نعم أتذكرها. أنا مو بحال رئاسة النادي، ولهذا ظلت المعلومة عندي. ليش هي الإدارة ما تعرف أنه هي وجودها سبب وجود إدارة علي حميد، وهذه حقيقة تقال، هم أبناء النادي اللي أزاحوا الإدارة السابقة. هذا أنا راح أقول لك شغلة واحدة، راح نرجع للتاريخ. كل التظاهرات الجمهور، وأنا وعلي وهيب وعقيل وعلي عبد الحسن وسلام جعفر، صحيح، كل احنا بالمظاهره. ظلينا انا وكابتن علي وهيب يوميا ننتقل من قناه القناه حتى نسوي التغيير. صحيح. اخر لقاء وانت شاهد علي انا وياك بالاستوديو، قلت لك كابتن علي باكر جيب لنا باسم عباس جيبه للحلقه، لان عنده ملفات أردك. وهو يقدر شلون يطلع الاداره. طلعت الاداره، قال لهم راح اوديكم للنزاهه وعندي كذا كذا. الاستشاره الطلب من عندي الك ولا لا؟ صحيح. حتى العالم تعرف. صحيح. اوكي جبنا الباسم، اجى باسم. صارت اكو فتره انا اسميها من سقطت بغداد صارت فرهود، مو؟ صحيح. من سقطت الاداره القديمه اجى الاستاذ صلاح الفتلاوي، تحياتنا اليه، وهو اليد الطولى بالتغيير. نعم. لانه رائع جدا، وقف مع الاداره، بس الرجل مهامه هوايه. ايه. اللي بقى كاتم باسم عباس، تحياتنا اليه، والرجل اتصل بيه للامانه. وبقوا من وياه الرابطه. فصارت القرارات يعني شو تريد تسوي انت سوي.